أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1257 نقطة بارتفاع بنسبة 24%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,677,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 407,000 دينار تم تنفيذها من خلال 66 صفقة. ونبقى في البورصة، حيث نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ميرا ورشة إلكترونية حول أهمية التواصل مع المستثمرين، وتمت مناقشة تأثيرات فيروس كورونا على السوق وعملياته والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بورصة البحرين لدعم المساهمين. كما سلطت الورشة الضوء على تأثير فيروس كورونا على جانبي البيع والشراء، بما في ذلك توجهات وآراء المستثمرين وفق ما أشار إليه العملاء المؤسسيون. طرحت إمارة أبوظبي مزيداً من السندات المقومة بالدولار الأمريكي، فيما تسعى حكومات بمنطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وأظهرت وثيقة أن حكومة أبوظبي بدأت تسويق إصدار من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050 والتي طرحت الشهر الماضي، حيث أدى تراجع العائد على تلك السندات إلى أدنى مستوى إلى زيادة التفاؤل بشأن أن الأسوأ في أزمة النفط التي عززتها جائحة كورونا قد انتهى. ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا على تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا. وكان خام برنت مرتفعاً 25 سنتاً بما يعادل 0.7% إلى 35 دولاراً وستة سنتات للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من شهر أبريل.